سيد الوزير ما رايك في هذا سيد الوزير سيد الوزير سيد الوزير تصريحات من فضلك سيد الوزراء جانب من احتجاجات الجلفة، ومن الجلفة ينضم إلينا الآن غول حفناوي صحفي والناشط الحقوقي. حفناوي غول، لو وضعتنا بداية في صورة ما حدث مثل ما كنا نتابع نسمع بوضوح ديجاج يا للعار يا للعار لحكومة وصلت روتار، كيف تقرأ ما حدث دلالاته يعني؟ شكرا بارك الله فيك. كما كنت تحدث سابقا، قضية حقراو وقضية تهميش وقضية إخفاء. إذا كان هناك الجزائر بعض الشخصيات كان لها تأثير في ميادين كثيرة وكانت لها البصمة الأولى في مثلا في ثورة أول نوفمبر أو في ميدان الاستقلال، هناك بعض الشخصيات تعد على الأصابع، من بينها العقيد أحمد بن شريف الذي افتقدناه مؤخرا ونترحم عليه. ولكن القضية الآن ظهرت أن هناك إخفاء وتهميش في مناطق عديدة من مناطق الجمهورية،
من بينها منطقة الجلفة وجوارها وخاصة أعراش أولاد نايم. القضية الشخصية الوطنية كان من المفروض أن يكون هناك جنازة رسمية تصرف عليها السلطات على الأقل لرد الجميل، لأن الجميع يعرف بأن أحمد بن شريف كان مجاهدا وكان مسؤولا وكان إطارا ساميا ومؤسسا للعديد من المؤسسات خاصة مؤسسة الدرك الوطني التي تعتبر مؤسسة شعبية. لكن أن يكون هناك إجحاف بحق المجاهد رحمه الله، ونحن نعرفه جيدا، نعرفه، عرفناه كاتبا، عرفناه مجاهدا، عرفناه وزيرا، عرفناه حتى كما كان يقول ويتحدث دائما، وهذه بصمة، هذه وسام علق على صدره، وهو رئيس ولاد نيل. ولاد نيل هذون عرش كبير في الجمهورية الجزائرية ويمثل الكثير في ميادين عديدة. لكن الحكومة كما عودتنا دائما في تهميش مناطق الجنوب وإطاراتها وأعلامها ومواطنيها، الجنازة لم تكن ذات حضور رسمي رغم أنها كانت شعبية، وهذه حاجة مليحة، لأن الحمد لله فيما قالوا الجماعة اللي كما حد رؤوس المسؤولين هذول السراق والفاسدين، معناها هذا دليل على ان احمد بن شريف الذي قال كلمته مؤخرا وما زالت مدويه، وهو يؤكد على ان الجزائر في ايدي بعض المافيا وفي ايدي بعض الفاسدين. طيب ولكن كما شفنا وقع احتجاج على حبه الحكومه كتدارك، لان في اليوم الاول بعد القائنا لبعض الكلمات التعدينيه اكدنا بان الجلفه راهي حضرت في شخص العقيد احمد بن شريف، لان ما حضرلوش حتى واحد مع بعض المسؤولين المحليين اللي كانوا حاضرين. الحكومه حبت تدارك اسمها كما قال المثل الشعبي، اذا جاء في طاس الطيور جات لها الدور، جات بوفد حتى ان هناك تصفيه حسابات مع تاريخ ونظام العقيد احمد بن شريف، لان المنظمه الوطنيه للمجاهدين ما زالت تؤكد على ان هناك علاقه ما بين موت العقيد شعباني واحمد بن شريف، الذي تاكد من خلال مذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد وخلال الكثير من المؤرخين بانه ما عندوش علاقه. طيب. العقيد شعباني صفى اطارات اولاد نيل وصفى اطارات الجلفه، من بينها 745 مجاهد من خيرة المجاهدين. طيب. التي كان يرأسها عبد الله السلمي صفاها في 19 مارس 1900. طيب خلينا ربما لكي لا ندخل في تفاصيل التاريخ وربما وننبش في جراح التاريخ، يبقى معنا حفناوي غول ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من ورقلة، مدني المدني الصحفي من هناك، مدني ورقلة كذلك شهيدة احتجاجات ولكن على حفل غنائي. ما الذي حدث يعني؟ هل على الحفل الغنائي، هل فقط مثل ما تنقل الشعارات للمطالبة بأن تصرف الأموال في المشاريع التنموية، ما أنه ضد الحفل كما روج حتى البعض؟ ما رأيك؟ ما ردك أو ما توضيحك؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فيما يخص الاحتجاج الذي نظمه شباب ومواطنو ولاية ورقلة مناهضين بذلك الحفلات الغنائية التي تقام على المستوى المحلي بالتنسيق بين مديرية الثقافة ومديرية الشبيبة والرياضة، بطبيعة الحال هذا كان اختتام لسلسلة من الاحتجاجات للعاطلين على العمل وللطالبين بالسكن، لكن التعتيم الإعلامي فقط طالهم، وما تبين مؤخرا من وقفة شباب ضد الاحتفالات الغنائية، هذا شيء زعما فتحوا الإعلام الإلكتروني، وبالتالي سلسلة الاحتجاجات. طبعا الناس هنا ما تدعي الفضيلة ولا ترفض الغناء وما إلى ذلك، ولكن الناس اجتمعت رغم أنه كاين ناس جات على هذا الأساس، ولكن الناس اجتمعت على أساس توفير هذا المال اللي رانا يدعيون التقشف ويزيدونا في فاتورات الكهرباء وفي الضرائب وما إلى ذلك، وفي الأخير تصرف على حفلات غنائية واحنا عندنا مشاريع تنمويه متوقفه، عندنا مشاريع تنمويه عاطله، عندنا مشاريع تنمويه لم تنجح بالاساس، وبالتالي اكبر دافع لوقوف مواطنو ورقله ضد الحفله الغنائيه ليس ضد المتعه ولا ضد الغناء ولا ضد هذا الامر، يعني الامر هذا نسبي عند الناس، ولكن بوعي تام بانه الملايير الدينارات التي تصرف على مثل هذه المهرجانات
ولو كانت ثقافية كما يحلو لهم تسميتها، إلا أنها في الحقيقة كان الأحرى أن توجه إلى بنى تحتية وإلى مشاريع راهي عاطلة، من بينها مشروع الصرف الصحي، مشاريع تحلية المياه، حتى اللوبيات مؤخرا اللوبيات التجارية تداخلت فيما بينها، اللي راهي تبيع في الماء في الجنوب، اللي راهي تملي في الماء في القرع وما إلى ذلك، أثرت على السلطات المحلية وفرضت وخلات حتى والي الولاية اتخذ قرار بوقف تحلية المياه وضخها رغم صرف حوالي 800 مليار حول هذه المشاريع. وبالتالي المجتمع الوطني المدني الجزائري في ورقلة تحرك ضد هذه المهرجانات لأنها تبدر المال العام وتسرفه فيما لا ينفع. ولكن ربما السؤال الذين يتساءلون أنه هذه ربما الأموال مخصصة لقطاع الثقافة، أين الأموال التي صرفت؟ أين الأموال المخصصة للبنى التحتية مثل ما أشرت؟ أين الألف مليار التي صرفت منذ سنوات منذ وصول بوتفليقة بالذات؟ يعني طبعا هذه لو كان جينا في دولة ذات مؤسسات والقضاء فيها مستقل تمام الاستقلال، وهذا ما نرجوه. مؤخرا الوزير العدل الطيب لوح قال بلي ما كانش فاسد راح يسلك منها. هاو المجتمع المدني الورق اللي يتحرك مؤخرا ضد الإسراف في ميزانية مديرية الثقافة كما قلت، لكن احتجاجا على مشاريع كثيرة متوقفة مركزية ذات بعد مركزي ذات تمويل مركزي، هذه المشاريع توقفت فشلت لم تنجح. أين هي السلطات القضائية من التحقيق من هذا الأمر؟ إحنا عندنا ناس في ورقلة وفي الجنوب عموما نافدين عندهم صفات عجيزة وصفات السلطات وصفات إدارية وصفات نفوذ اجتماعي، دخلوا في هذه المشاريع ودخلوا في هذا النوع من الإسراف وصرفوا أموال الدولة في مشاريع سموها استثمارية وفي مشاريع سموها تنموية وذات بعد تنموي، لكن في الحقيقة احنا هنا الامر كله ده بعد سطحي. يعني كي تجي تدقق في الامور ما كان حتى ما كان يعني الكهرباء اللي صرفوه على الكهرباء وراهي تتقطع، اللي صرفوه على المياه تاع التحليه وما يشتلح حق للناس، اللي صرفوه على النقل ترمواي كذا مليار مليون دولار وفي الاخير ما كملش الخط نتاعو حتى لوين داروه. يعني هذه وظيفه صح المجتمع المدني ربما لا يرقى إلى أن يبحث ويتقصى في دقائق الأمور لأنه يحتاج مساعدة من داخل الإدارة والإدارة تسيطر عليها السلطات بجميع أشكالها، لكن بمجرد أنه أرفض ما يحدث محليا وما تدعيه السلطات المحلية بأنه عجلة نمو قد سارت ومشت للأمام، هذا الأمر منوط بالجهات القضائية أنه تحقق، لأنه ملايير الدولارات فعلا في الجزائر وملايين الدولارات صرفت في ورقلة من أجل مشاريع تنموية ومن أجل مشاريع قيل بأنها قاعدية وبأنها راح تحول وجه الجنوب، لكن اتضح الأمر بأنه سطحي. يعني حتى الطرقات المعبدة والمسار نتاع ترمواي في حد ذاته التعبيد نتاعه مش دقيق، فيه مشاكل بزاف، تمشي بسيارة وكأنك راك تمشي في جبل ولا في بلاصة كذا، يعني كاين ترقيع بزاف في مجمل المشاريع. ولازم بالمناسبة المواطن الجزائري في ورقلة يعني درجة الوعي نتاعه وصلت لهذا المستوى بسبب ما يحاكيه يوميا. يعني كي تسمع انت اللي داروا مشروع تنموي معين لكن في الاخير ما يحدث في حتى شيء. مثلا نعطيك مثال في قضيه المياه الصالحه للشرب. المياه الصالحه للشرب في ورقلة هي مياه في الحقيقه لا ترقى الى المواصفات والمعايير الدوليه، ونتحداهم من هذا المنبر نمشوا للابو نهزوا من الروبيني من اي مكان عجبهم وندوه للابو ونشوف. طيب خليك معنا مدني لو سمحت، نشرك معنا في النقاش الان معهد قاسمي الناشط السياسي من أضرار. معهد قاسمي، يعني مره اخرى يعود الغضب الى الجنوب في مناطق عده، ورقلة ايضا عوده الاحتجاجات الى بشار، وطبعا ومع الصيف والحراره ومعاناة السكان هناك. ألو. نعم، معهد قاسمي هل تسمعوني؟ أنا أسمعك. ألو أخ جمال. نعم. أتمنى أنك تسمعني مليح. نسمعك، نعم. جميل، جميل، جميل. طيب، الحالة اللي وقعت في ورقلة هي امتداد لحراك موجود في الجنوب عدة سنوات. ومادام فيه احتجاجات صغرى مستمره منذ انتفاضه ضد الغاز الصخري في عين صالح والحراك اللي وقع لمده 6 اشهر
وكان منظم بالشكل المنظم اللي ابدع فيه الشباب، واعطى صوره حيه ووعي كافي انه 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 وصل رسائل بكل قوه وبكل ادب وبكل اخلاق وبكل نضج. ها لما تسمع هذه الاحتجاجات وهذا التعبير موجود في مناطق جزئيه متجزئه، هذا يعطيك امل كبير في المستقبل. الحركات الجزئيه لما تستمر بهذه الطريقه هذا تعطيك امل كبير في المستقبل، انه لو فيه نخبه قويه ناضجه متعلمه لها رؤيه قادره انها تحد هذه الاشكال من الجزئيات وهذه النقاط كلها، لما يتعلق بالفساد، ما يتعلق بالغاز السخني، ما يتعلق بالبطاله، ما يتعلق بالتمنية. نحن في مرحله صعبه، مرحله صعبه ومهمه، نحتاج مزيد من التواصل، مزيد من التواصل مع النخبه السياسيه والنخبه العلميه وحتى الثقافيه، اذا ممكن فربما راح نعمل شيء مهم جدا في المستقبل على 5 سنوات، وانا قلتها في المغاربيه سابقا. طيب ابقى معنا محمد قاسمي لو سمحت، اعود اليك حفناوي غول، يعني ما حدث في الجلفه يعني ما دلالاته على انت كنت تشير الى البعد العروشي ولا تنايل وغيرها، يعني يعني بعد كم من استقلال الجزائر، اكثر من 50 سنة من استقلال الجزائر، ليس مؤسفا ان يعود هذا الموضوع الى الواجهه وهذا الشعور بالحقره والجهويه، ليس مؤسفا يعني؟ بارك الله. هذا السؤال هذا مهم باش نوضحوا بعض الامور فيه. بالنسبه للقضيه منذ الاستقلال مثلا انه ينوضوا الناس اليوم يتحدثوا باسم القبيله ولا العرش او مفهوم الجهويه، هذه صح واقع. احنا كنا دائما نتحدث باسم الوطنيه باسم المواطنه، ولكن كاين حاجه رانا نعرفوها مليح وشاهدناها ان الدوله اصبحت تتوجه الى الجهويه. هناك محور نزرومه تمشان، هذا لا شك فيه، في اسناد المسؤوليه في كل القطاعات من المجلس الدستوري الى البرلمان بغرفته الى الحكومه الى الولاة الى طيب. ولكن ربما قد ياتي لك الرد انه وزير الداخليه ليس من تلك المنطقه، اليس كذلك؟ ومن الجنوب، وربما اليس الخلاف سياسيا اساسا وليس جهويا؟ هل الموقف من الراحل بن شريف مرتبط برفضه بمعارضته لحكم بوتفليقه للعهده الرابعه مثلا؟ باش نحطك في الصوره برك ونوضحوا هذا الامر. هذا احنا ما كناش نعبروا بالعروشيه ولا بالقبيله، ولكن اصبحت ظاهره، هذه ظاهره مميزه منذ سنوات برزت ظاهره العروشيه وظاهره ما يعرف حركات فرحات مهني، وكاين ناس يتعامل معها بلين رغم انها كانت تنادي الى حتى الانبسام، وكاين ناس كيما ينادوا مثلا قد كرامه العرش او بالقبيله. احنا ماناش دائما نهضروا بالقبيله ولا بالعرش، هذه امور نورمال مترفع عليها، ولكن اصبحت واقع الجهويه راهي تمارس في كل القطاعات. انت يرحم والديك لو كان تروح للصحراء ولا تجي هنا للجلفه تشوف السكان تلقاهم ما همش ولاد نايل ولا ما همش من الجلفه، تلقاهم كل مكونات الجزائريه. ولكن للاسف الشديد ان هذه قضيه العروشيه راهم هم اللي راحوا يديروا بها. تقول لي وزير الداخليه مثلا، كل وزير الداخليه ماهوش من هذه المقام نتاع السنوات، المسار نتاعنا نتاع سنوات من احتجاجات، حبوا يديروا در الرماد في العيون، يديروا لنا واحد من وركنا مثلا، ولا واحد لون نتاع البشره نتاعو اسمر ولا اكحل ولا مانيش عارف شنو، وهذه قداش يزيدوا يمارسوا علينا عنصريه واحده اخرى ويزيدوا يسكتونا. نرجع لك مثلا الاحتجاجات صارت في السابق في وركنا، خرجوا الناس البطالين قالوا ما اعطونا مثلا مناصب عمل، قالوا ما كانش منصب واحد ما كانش، والغدوه المديريه العامه للامن الوطني تعلن على مثلا 2500 منصب من بينها 900 من الجنوب. هذه الامور هذه اللي راهم يديروا بها هم اللي راهم يمارسوا الجهويه، هم اللي يمارسوا الاقصاء، هم اللي وصلونا حتى باش نعود الواحد يطيح من قيمته ومن قدره ومن مكانته ويتحدث على القبيله والعرش. طيب. ولكن كاين حاجه، كل واحد عنده انتماء وكل واحد عنده قبيله، وما ضروش باش النيف نتاعنا ولا نتاع عرشنا باش يطيحوا. طيب يبقى معنا حفناوي غول لو سمحت. لو سمحت تبقى معنا ساعود اليك. العجال سقني الاستاذ الجامعي ينضم الينا من ورقله. ما رايك فيما يحدث في قراءتك لما حدث في ورقله العجال سقني؟ استاذ العجال سقني؟
عليكم ورحمة الله، والسلام على كل ضيوف اللي تابعوا البرنامج. قلت لك كل الأحداث هذه اللي أنا نلاحظوا فيها ونعيشوها في الآونة الأخيرة، هذه من ممارسات النظام البائد ومن الطبقة الفاسدة هذه اللي استحوذت على 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 الحكم في الجزائر، واليوم راهي تمارس هذا بهذه الوسائل، يعني تجعل الجهويه يعني كمرجع اساسي لها فريق سياسه فرق تسد. طيب، ولكن اليس هو المشهد نفسه، يعني اليست هي المعاناه في كل عموم الجزائر، يعني الاحتجاجات تستوي في شمال الجزائر وجنوبها وشرقها وغربها. والله الجنوب يعني بصفة عامة يعاني منذ عصور غابرة، يعني الجنوب هذا مهمش تماما، يعني حتى في يعني انا يعني اتحفظ على كلمة الجنوب، يعني انا افضل كلمة صحراء على الجنوب، لانها الصحراء هي البقرة الحلوب للجزائريين، يعني كل جزائريين راهو يعني مصدر الثراء تاع الجزائر كلها ياتي من الصحراء، ولكن لما ننظروا الى البرامج التنمويه وننظروا الى يعني التنميه في الجنوب، يعني نجد كاين انعدام تام للكلمه هذه بما تحتويه من مدلول ومن معنى. ولكن ليس ولكن في الخطاب الرسمي بالعكس، انه هناك مساعي، هناك جهود، وهناك حتى صندوق للتنميه في الجنوب المفروض. ولكن الصندوق هذا لما نعطيوه للمفسدين ونعطيوه الناس يعني اللي جاوا بطرق ملتوية، وكل الناس تعرف يعني كيفية تحضير الانتخابات وكيفية وضع هذه الناس على 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 رؤوس القوائم، وبالتالي ماذا تنتظر من المفسدين؟ الله ليس عمل المفسدين، هذا الناس يعني الاجنده تحم باينه، وما عندهم حتى هدف، والله ما عندهم حتى برنامج، ولا عندهم حتى رؤيه يعني للتنميه، ولا لوضع برامج لحل مشاكل المواطنين. وبالتالي يعني ما ننتظروش المعجزه من الناس كما هذا. ابقى معنا استاذ العجال سجني لو سمحت. مداني اعود اليك، ولكن السلطة تقول، السلطات المركزية تقول أنها بالعكس خطابها أنها تبذل ما في وسعها، هناك تنمية ومشاريع وتخصيصات، والمشكلة مؤخرا وزير الداخلية قال المشكلة ربما على المستوى المحلي، على مستوى السلطات المحلية، ولا يجب تحميل دائما المركز المسؤولية. طبعا قبل ان اجيبك على هذا الاستفسار، اريد فقط ان اوجه ملاحظه لضيفي الكريمين او ضيفيك الكريمين سيغول وسي العجال. فيما يخص قضيه العروشيه والقبليه والجهويه وما الى ذلك، نحب ننوه الى انه حل هذا الامر كنا قد قلناه مرارا وتكرارا، انه يجب ان تتوفر الشجاعه الكامله، وأن يحتشد المجتمع المدني في تنظيمات مؤثرة ومهيكلة بعيدا عن النزاعات العروشية والقبائلية وما إلى ذلك، للتأثير على هذا النظام وتغيير بعض أسسه وقوانينه وبعض الأمور اللي تكرس هذه المبادئ اللي رانا نهضوا فيها. ليس مع كل احترامي للسيغول، ولكن العناد الضرر بالضرر لا يولد إلا ضرر آخر. اما بخصوص تسميه الجنوب الصحراء بالجنوب، احنا نوقع فيزيائيا نوقع في جنوبهم هما، وجنوبهم هما هاي المديه في جنوب العاصمه، وتعاني ويلات التخلف والتنموي والحضاري وما الى ذلك، المديه 4 خطوات على العاصمه وراهي تعاني. اما فيما يخص قضيه المركزيه والسلطات المحليه، دعني اقول لك امرا مهما. اذا كان يتحدث على السلطات المحليه، احنا كجزائريين نعرف قانون البلديات، نعرف قانون الولايه، نعرف بانه السيطره المطلقه هي في المتصرفين الاداريين والاكزيكتيف والوالي وشاف دايره وما الى ذلك، اللي تعينهم السلطات المركزيه.
اما المجالس لازم يفهم مليح المواطن في الجنوب ولا في الجزائر عامه باللي المجالس المحليه البلديه والولائيه اللي تنتخب هي تخضع في الاخر القوانين التنظيمات اللي تنظم عمل اللجان وتقسم الميزانيات وما الى ذلك، وهي ميزانيات لا تكاد تعد ولا تحصى امام الميزانيات المركزيه والهائله اللي راهي تصب عن طريق الضرائب وراهي تصب عن طريق عائدات النفط وعن عائدات وحدين اخرين، وكيف كيف يتم تسييرها مركزيا. وبالتالي لما يتحدث وزير الداخليه لما يتحدث على 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 المشكل بانه على المستوى المحلي، الى ركان يحكي على المجتمع المدني ما تفاعلش وما دفعش بالعجله هذه للامام، يقولها صراحه لانه هو اللي حاول ينظم المجتمع المدني محليا ولكن في الاخير ما استفاد من والو. اذا كان يحكي على السلطات التنفيذيه من بينها منصب الوالي وباقي المدراء التنفيذيين، فهو هنا يطيحنا في مغالطه، المغالطه هي انه هذو هما اللي عندهم التصرف في يديهم، وهذ الناس هذو انت اللي عينتهم وعينتهم السلطات المركزيه، وبالتالي هذه نعتبرها احدى المغالطات اللي تتم. طيب. على المستوى على شكله النظام الجزائري او المنظومه السياسيه. طيب يبقى معنا مدني لو سمحت، ما حد قسمي اعود اليك، يعني انت تعود هذا الشعور بالتفرقه الجهويه ان صح التعبير، عدم التوازن الجهوية ليس محزنا في الجزائر بعد كم 50 سنة، أكثر من 50 سنة من الاستقلال؟ طيب لما نتكلم على الصحراء ونتكلم على الرجل الصحراوي أو ثقافة الصحراويين، أعتقد أن التاريخ ولحد الآن يعرف ترحيبهم بالآخر وتقبلهم للآخر، ويعني خليني نقول لك باللي حتى منطقة سوات مثلا يقال انها سبب يعني اندثار اللغه الامازيغيه في منطقه قوات هو ان ترحيبهم بالعرب وبالثقافه العربيه وزواجهم من العربيات، وبالتالي اللغه هي لغه الام، وبالتالي هي اللي هي اللغه العربيه سيطرت واندثرت الامازيغيه، هذه واضحه. كذلك لما لازم نعرف باللي جيلين كاملين مرت الان، يعني نتكلم انا على جدي، نتكلم على اب نتاعي الان اللي راه مثلا في 60 سنه ولا 70 سنه، وجدي اللي ربما قبل 100 سنه، كلهم هادو كانوا نظرتهم للسلطه ونظرتهم للحقوق والواجبات والمنظومه كلها كانت يعني كانوا بعيدين كل البعد عن عن عن, عن, عن الثقافه المدنيه، عن الاحداث الوطنيه، عن الصراعات الايديولوجيه، كل هذا. وبالتالي يعني السيطره نتاع الشمال ولا المنطقه الشماليه ولا المجتمع المركزي سيطر على كل الافكار وكل وسيطر على الدوله، سيطر على مؤسسات الدوله. وبالتالي لما احنا جينا في الجيل الثالث الان جينا لقينا فراغ كبير وكاننا منبوذين، كاننا وبالتالي هذا حدث هذا الشعور بالتاكيد. انا لا اشعر انني جزائري لما نفكر هذه المنظومه، انا جزائري بالمولود وبالتاريخ وبثقافتي وبوجودي على هذه الارض، ولكن لا اجد انني انتمي الى هذا الوطن لما نفكر هذه المنظومه لانها لا تمثلني. هذه المنظومه هذه لما نتكلم على المجتمع المدني، انا فاعل مثلا وفيه زملاء فاعلين في المجتمع المدني، ولكن لا تجدهم في القاعات ولا تجدهم لما يكون وزير ولا تجدهم لما يكون ولي، ولكن هم فاعلين في المجتمع، لان لما تجي المنظومه ولا يجي الوزير ولا يكون والي ولا يكون قرارات ولا من ياخذ المقدمه ومن يستشير ومن يكون موجود تلقى الناس المشياتين شياتين، واللي اصلا هما تلقاهم مثلا تابعين لجبهه التحرير ولا تابعين المجالس المنتخبه اللي ظهورها المنظومه. وبالتالي بالتاكيد ليس كل الجزائريين لما كمنظومه سياسيه يجدون انفسهم داخل هذه المنظومه، ويعتقد جازم الكثير من الشباب الان، وهو السبب الاشكالي انه تخوف انه ممكن لا يفرق ما بينه هو الدوله وما يفرق ما بينها هو المنظومه، هذا هو الخطر. وبالتالي احنا كمجتمع مدني ولا كفاعلين علينا دائما ان نوضح الرؤيه، ان كونك جزائري هذه بلا مزيه المنظومه ولا بلا مزيه بوتفليقه ولا بلا مزيه وزير الداخليه، وانت دافع على وجودك كجزائري او انك تهتم بالشان العام وتهتم بالشان السياسي وتحارب الفساد وتكون تدافع على 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 وطنك ضد هذه المنظومه اللي موجوده. طيب، ولكن هذه الموجود هناك من له راي، من يرى من الجزائريين في كل انحاء ان كان هناك فشل هذه المنظومه موزعه على الجميع، يعني على كل النواحي، والفاشلون في هذه المنظومه من كل النواحي، اليس كذلك؟ عندنا نظام مركزي،
لما اشخاص يسولوا على السلطه كل الفوضى وكل الضعف راح يسيطر على مفاصل الدوله بعدها. التغيير لما نتكلم انا مثلا في اضرار ونتكلم على النظام المركزي انا ليس يعني ليس اعتباط فقط لانه اجزم دائما وبمنظور بالفعلي نضالي ووجودي يعني تصور انه مثلا كي تكون مثلا من اضرار وتتحوط بالدير جمعيه وطنيه وتكون رئيس جمعيه انتحار مرفوض. ولكن لما تكون مثلا ممثل محلي مثلا ولا جمعيه بلديه ولا تكون ممثل ولائي تاع جمعيه يجي يجرام وراك ومن بعد يخدموا بك. وحنا عندنا امثله كثيره في هذا المجال. فيه ناس تعبت مساكين وتعبت ماتريال نتاعها السيارات نتاعها وتعبت بجيوبها وناضت في اطار وطني ولكن في الاخير فيه كمشه نتاع ناس في العاصمه هما اللي استولوا على كلش في الاول واستغلوا كل الجهود نتاع المناضلين. ولذلك حنا نرفض اننا نكون داخل جمعيات في جمعيات محليه وفي الاخير يكون مركز فاشل يتحكم فيا ويدير كوارث ويستغل النفوذ نتاعو ويستغل وياخذ المصالح نتاعو وفي الاخير يبقى الوضع على ما عليه. ولذلك احنا نقول هذه الاطراف اللي موجوده عليها ان تكون لها رؤيه مركزيه. مش عيب لما تكون في ورقله ولا تكون في الجلفه ولا تكون في عدرا ولا تكون في بن قطار ولا في تمارس وتتكلم على المركز. كلنا يهمنا المركز، يهمنا المركز هو الاول قبل الاطراف. طيب يبقى معنا معهد قاسمي العجل سقلي، في رايك ما هو الحل العلمي وكاستاذ جامعي لهذه الاشكاليه؟ هل اين الخلل؟ هل الخلل اقتصادي ام انه الخلل كما يصر كثيرون اساسا سياسي في المنظومه التي تولد معها ولدت معها كل هذه الامراض يعني التي تظهر في هذه التصرفات وفي غياب ما يراه البعض غياب العدل والتوازن الجهوي وغيرها؟ الحل يكمن في الشرعية. بلا شرعية لا نستطيع أن نقيم دولة القانون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا الناس من أين يستمدون هذا الشرعية اللي يتكلموا بها هما؟ وبالتالي الناس هذم راهم هذم هما أسباب مشاكل الجزائر. ما نتكلموا على ذكر المشكل الحقيقي في الجزائر هو مشكل شرعية ومشكل سياسي وليس شيء آخر. يعني لازم نسميه الأشياء بمسمياتها. احنا لحد الساعة غيب صوت الشعب، ولما غيب صوت الشعب تولت العصابات على كثير هذا الشعب وأصبحنا يعني آلة في أيدي هذا المفسدين يعملون ما يشاءون. طيب. وكما كان يقول فرعون لا أريكم إلا ما أرى. هذا هو الواقع تاعنا. الحل تاعنا نرجعوا للشرعية. ولكن هناك أيضا استخف بهم فأطاعوه، أليس كذلك؟ هناك من هي قضية المسؤولية. كلنا مسؤولون. لأن يعني ربي سبحانه وتعالى لما تكلم على فرعون قال استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. على ما قالش ربي فرعون كان فاسق. نسب الفسق للشعب هذاك اللي قبل، لان اللي عنده قابليه باه يقبل الذل ويقبل المهانه ويقبل انه يركبوه ناس غير شرعيين، هذا يستاهل يعمل فيه اكثر مما هو عامل فيه اليوم. وبالتالي هذا المنطق، وهذه هي قوانين الطبيعه ولا قوانين الحياه. لان اليوم هاك تشوف كل من المجتمع المدني اللي راه يدافع عن الحقوق تاع الجزائريين واللي يتكلم بالمنطق العام، ليس المنطق الجهوي ولا منطق هذا. اليوم كاين فئه مستفاده، فئه راهي في الحكم، والفئه اللي راهي يطبق عليها هاي المستضعفين هذم حتى هما لا كانوا قادرين بالاذلال يذلهم ربي سبحانه وتعالى. طيب يبقى معنا العجال سقني حفناوي، يقول ما رايك في تداعيات ما حدث في الجلفه؟ كانت هناك ايضا تنقل الصحافه انه موعدنا، بعض المحتجين يقولون موعدنا 2019 الانتخابات الرئاسيه، الجلفه التي كانت تعتبر من الولايات الاكثر مشاركه في الانتخابات. هل ما حدث ربط مباشره بموقف الراحل بن شريف من الرئيس؟ ومع انه طبعا وسائل الاعلام الرسميه الجزائريه تنقل بانه كانت هناك تعزيه من الرئيس، موقع حتى يذكر بانه هناك طلب من الرئاسه ب جنازة رسمية للراحل بن شريف.
شوف في حاجه مهمه راك ذكرتها باش نتحدثوا عليها هنايا. اولا القضيه مش قضيه عروشيه او قضيه قبيله، قضيه قضيه كرامه. ثانيا القضيه قضيه شرعيه. اذا كان كما مثلا الاحتجاج كان اولا كان عفوي، الناس حست باللي الجنازه نتاع العقيد احمد بن شريف كان المفروض ان تكون اكبر كما هاك، لان شفنا الرئاسه خاصه الطائره خاصه لليهودي روجي حامين هذاك، حضره الوزير العبيدي، حضر زوق والي العاصمه وما ادراك، حضره شخصيات كبيره. ثم جات جنازه آية احمد داروا الحداد، وجات جنازه ورده داروا الحداد وداروا الاناشيد وداروا كذا، كي شافوا نوع من الاجحاف في حق الرجل وحق المنطقه. وهذه قضيه الناس هذه راهم مازال مرتبطين قضيه العرش، كل واحد انت انا الاخر، كل عندنا قبيله وعندنا عرش، ولكن كما قال الشاعر قال لك اعدى عند القوم من يعزى لهم نسبا ويسمع القدح فيهم وهو يبتسم. كيفاش انايا مثلا تحقرني هنايا وتحتاجني يوم الانتخاب، اروح معايا يوم الانتخاب يا خويا ابكي معايا. الجلفه راهي كانت سباقه في الحركه التصحيحيه اللي طاحت بعلي بن فليس ودارت بالخادم، رغم انه كانوا ابناء الجلفه هم اللي في الرياده وما داروش واحد بالمكتب، وهنايا يستاهلوا. هذه الجماعه اللي راهي كل يوم تكحفف هذه في رواعه تمد في البرانيص ويدوا في الاكباش ويدوا في كذا، كل يوم يشيتوا هذو جماعه الشيته هذه نتاع الكبار ونتاع العيال ونتاع كذا، ها هم عطاو لهم صفعه كبيره لانهم دايرين وعاء انتخابي برك. كل يوم في اي انتخابات في اي استحقاق، حتى ونزيدك حاجه ان كل انتخابات مبنيه على العروشيه، قال هذاك وشكون هذاك لمن ينتمي هذاك لمن كذا، ونهار الرئاسيات يجونا ويقول لك يا خويا اعطونا والرئيس وكذا وكذا، يا خويا خلاص. طيب ولكن اليست في النهايه هذه مأساة؟ اين هي دولة المواطنة؟ ما كانش دولة المواطنة، هذه دولة تاع ذكرنا، رانا في الطحين، رانا في الرخص، هذا الشعب هذا اللي يرضى بالذل، والشعب اللي تبطوا على الخد الايمن ويدير لك الخد الايسر، والشعب اللي تهبط له عشان في السروال موش راجل، علاه؟ لان ما عدوش النيف، واللي ما عدو نيف ما عدوش طيب. شفاعة. شكرا لك حفناوي غول، كنت معنا من الجلفة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مدني المدني، يعني هل نحن أمام مشكلة مركبة معقدة، أم أنه حتى على تعقيدها المشكلة في الجزائر على الأقل خيط الحل فيها معروف يعني؟ طبعا هي في الحقيقة مش معقدة، هي أبسط من البسيط في حد ذاته، اللي هي نقدر نحصرها في مستويات النقد المنتشرة عبر في وسط شعبي أو في الوسط الشعبي الجزائري. يعني مستويات النقد عندنا تدنت بفعل العطالة الفكرية اللي فرضها النظام السياسي القائم على مدى سنوات. يعني لحد الآن مثلا البارح لما نادات الشباب بأنه الناس تخرج باش تحتج ضد مغني راح يغني ويوفروا هذيك ربما المئات الملايين اللي كانت راح تتمد لهم، بالمقابل ما شفناهمش وقفوا بذاك الكم باش يتم مشروع المستشفى الجامعي اللي يقدر بالاف مليارات، ولا يتموا مشاريع تنميه واحده اخرى. مستوى الاهتمام ومستوى النقد حتى في قضيه الطرح، يعني لا مناص من القول باننا يجب ان نرفع من مستويات نقدنا ومن جراتنا في المطالبه باكثر من مجرد عمليات تنمويه محليه ولا سن قوانين معينه، ولا لازم الشعب الجزائري اذا كان صح خايف من مثلا انه تقوم ثوره تهدم البلاد وما الى ذلك والحوايج اللي يتحاشاها من العنف وما الى ذلك، يا سيدي يلج الى دهاليز السلطه ويطالب بامور جريئه. نعطيك مثال بسيط، مثلا انا شفت ناس باللي وصلوا في دراساتهم، انا مخالط ناس في الدراسات الاكاديميه العليا فيما يخص العلوم السياسيه، لقيتهم لا يجدون حل مثلا في لا مركزة الحكم في الجزائر عبر مثلا انشاء فيدراليات ولا مانيش عارف شكل من اشكال لا مركزة الحكم، كل جهه تحكم في روحها باللي طوعها باللي يناسبها بديمقراطيتها بشفافيتها وما الى ذلك، مش استقلال تام ومش حكم ذاتي كما يتصوروا البعض وما الى ذلك، ولكن هذه صوره من التصور اللي يشوفوها، ولكن ليس بالجراه اللي مثلا يطالب بهذا الشيء ولا يبان في الاعلام ويتحدث فيه وما الى ذلك. امور اخرى ايضا جريئه، مثلا تسلط الاجهزه الامنيه او العسكريه وما الى ذلك فيما يخص العقارات، فيما يخص المشاريع، فيما يخص بزاف امور كاين ناس نافذه ما كانش اللي يقدر يتحدث عليهم ولا يتحدث عليهم غدوه يخفى، يسمى تخص الجرأة في المجتمع المدني ويخصه طرح سليم
وطرح ذكي، لانه بالفعل السلطات لما تقول باللي راني عاطيه فرصه للمجتمع المدني انه يتفاعل ويدير وانتخابات وما الى ذلك، هي دايرتها صح. انا اظن انه وقلتها سابقا، لا اظن انه السلطات الجزائريه راهي تضطر الى انها تزور الانتخابات من هنا وجاي، لا ما كاش منها هون، ما عادش تزور انتخابات، راهي تزور مفاهيم، تزور افكار. المجتمع المدني يخصه يرفع من مستوى المطالب نتاعو، مستوى المطامح نتاعو، ويكون جريء بما يكفي مع حفظ توازن سياسي ما بين انه يختل الامن وما بين انه يحافظ على سلميتها. وحنا شفنا البارح نجح الاحتجاج، ونجح الاحتجاج وحبس الحفل الغنائي، لكن لازم يعرف المجتمع المدني باللي الناس هذوك كانت تخلص افونس، معناتها لازم له يتحرك مسبقا مره اخرى. كي كان يمشي مسرح الهواء الطلق تحبسه وتقول له كمل لي استاد، كمل لي سبيطار، كمل لي كذا، كمل لي كذا. المجتمع المدني لازم يتعلم يكون واعي على طول الوقت، مش في فتره محدده ثم يستغل حراكه لصالح جهات سياسيه وما الى ذلك. طيب ما رايك في الاخير محمد قاسم؟ معهد قاسمي هل تسمعوني؟ معهد قاسمي هل تسمعوني؟ لا يبدو ان معهد قاسمي يسمعوني، ربما ناخذ رايي في الاخير. العجال سقلي، سيد العجال سقلي ما رايك في الاخير؟ والوقت يداهمنا. والله يعني انا نتقاسم مع كل زملائي يعني الاراء تاعهم واحترمهم يعني الاطروحات اللي قدموها. احنا مشكلنا مش كل سياسي، مش كل واضح يعني، ما مش كل شرعيه يعني. الشعب الجزائري هذا اللي من 62 هو يعاني من الوصايه، ويعاني من 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 من, من الارتجاليه في اخذ القرارات. ايضا لحال الاوان، حال الاوان باه نرجعوا الامور الى نصابها، والناس تحاول تحمل نوع من المسؤوليه كما ضحاوا والدينا من اجل يعني استرجاع السياده الوطنيه. كذلك اليوم حق على الشعب هذا يعيش بالحريه اللي كان يتمناها الشهداء. يعني ما مش ممكن ده الجزائر يعني ضحى من اجلها يعني الملايين، يعني مليون ونصف شهيد وما تبعهم من تضحيات. ولكن لحد الساعه يعني بقات يعني يد فرنسا هي اللي تسير، وبقوا عملاء فرنسا هم اللي راهم قايمين بالعمل تاعهم داخل الجزائر. واللي حتى الساعه الشعب مازال مسكين مهمش، وقرار ولا راي ولا يؤخذ به. ولكن اين ماذا عن نخبه هذا الشعب؟ من المفروض هي التي تعبر عن امانه. النخبه كاين اللي راهم يعبروا عن مواقفهم، وكاين اللي راهم يشاهدوا في الميدان، وكاين النخبه يعني اللي مستنكبه الناس اللي مستفيدين من الريع ومستفيدين من النظام هذا. ربي ان شاء الله راح يذبحهم، لان التاريخ راح ما يرحم حتى واحد. يعني القضيه الوقت نصف العلاج، الوقت هو نصف العلاج. شكرا جزيلا لك. هذا من اللي راح يتموقعوا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك لعجال سجل الاستاذ الجامعي معهد قاسم. عاد الينا، ما رايك في الاخير؟ والله نتمنى على الاقل هذه المنظومه تصلح لنا مشكل الانترنت والهاتف في الجنوب، يعني على الاقل يعني فضيحه. يعني لما العالم راه يتواصل يعني بالانترنت، والانترنت والاتصالات راهي عالميا وبجوده عاليه، وحنا مازالنا نعانوا بالساعات. هذا يعطيك الازمه اللي رانا فيها. كذلك حنايا لازم نعرفوا، حنايا لما استقلينا باش الامور تكون واضحه، لما استقلينا وش احنا عارفين باللي البلاد شحال مساحتها وكيفاش وشحال شعبها والمكونات نتاع المجتمع نتاعها. اذا كانت لقيت عندنا نخبه فعليه وعلميه فعلا، كانت يفترض انها درست هذا المجتمع وتعرف مكوناته وتعرف العنصريه اللي فيه ولا الجهويه اللي فيه والعروشيه اللي فيه. ولما تكون عندك منظومه سياسيه عندها المعلومه، معناتها هي اللي تخلق الحل، وبالتالي تمشي الى مجتمع مدني قوي وتعطي الاولويه لاصحاب الافكار المبدعين والحالمين واللي عندهم رؤيه واضحه، واللي مش توظف كل العبث والضعف في المجتمع توظفه باش تبقى هي في السلطه. هي اللي وظفت الاعيان، هي اللي وظفت الجهويه، هي اللي وظفت كل ما قبل الدوله باش تبقى هي مسيطره على الحكم. يفترض اذا كان عندنا نخبه سياسيه هذه الدوله قراتهم في الجامعات وصرفت عليهم اموال، اعطتهم امتيازات باش يحلوا مشاكل البلاد، مش باش يبقوا في وجهه نظر. هو لربما ربطا هذا، هناك مقوله معهم شريف مساعدية الراحل الامين العام لحزب التحرير الوطني، امام طلب المبتعثين قال لهم روحوا تقراوا تلقونا هنا،
يعني في السلطه. او اكثر من هذا، انا نقول لك الله يرحمه، انا نقول لك هنا في اضراب في تجمع شعبي قال لهم وراه باقي في التاريخ وراه مات الله يرحمه على كل حال، ولكن مازال ما نساوهاش ليه. قال لهم انما نطعمكم الى وجه انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دكتور شريف بن سعديه راني نعطيك انا المعلومات اللي اعطوها لنا جدودنا والناس اللي حضرت في القاعات، وراه متداول الى حد الان وراه يوصلوا الاجيال. هذا الكلام هذا اللي ماش باغي تسمع المنظومه السياسيه وما راهش يعبر عنه في الشارع وما راهش يعبر عنه في الاعلام. كاين بزاف امور لا راهي تمشي في داخل المجتمع وفي الشيوخه، وحتى ولو حب هذا النظام باغي المنافقين يواجهوه خلي هذا النظام يواجه المنافقين، والتاريخ راه قدامنا وراح يثبت التاريخ شكون اللي يبغي البلاد وشكون اللي يحافظ على البلاد وشكون اللي يعطي رؤيه صحيحه وشكون اللي يواجه هذه المنظومه، منظومه يواجهها بضعفها بكل ضعفها باش تحسن روحها على الاقل. الا ماش حاب على الاقل ماكش حاب تروح اخويا، ماكش حاب تدخل الكرسي يا خويا حسن روحك، ولكن حتى تحسين مش حابين يتحسنوا. هذا الاشكال اللي رانا فيها. والتاريخ اي مسؤول يقول كلمه سواء في قاعه ولا سواء في اعلام ولا في تجمع شعبي لازم يعرف باللي راه مسؤول وراه شريف مزيان توفى الله يرحمه، ولكن في الاخر يتسجل عليه باللي قال لاصحاب اضرار قال لهم لا ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك محمد قاسمي. في الاخير ما رايك مدني المدنيه محمد قاسمي يتحدث عن التاريخ؟ الجزائر المفروض صنعت التاريخ بثوره عظيمه، المفروض هي الان تتقدم في التاريخ، أليس كذلك؟ ولكن يبدو كأنها تفنصي اللور بالتعبير الشعبي، أليس كذلك؟ بالفعل هي تحولت من نعمة تحررت بها بسببها البلاد وقعد على الأقل الأمن السلمي والإسلامي في حضن الشعب الجزائري بعيدا عن الاستعمار والاستثمار، لكن تحولت فجأة إلى نقمة بعد ما رجعت الشرعية الثورية اللي تحكم. هي بالأساس لو كان ندرس الموضوع ونتحدث فيه بجرأة، كان في وقت نشأة الدولة كانوا النورمالمون اللي حاكمين السلطة يتحدثوا على شكون يجيب لنا خبرة، شكون يجيب لنا علم، شكون يجيب لنا تقدم، فكرة جديدة كذا، مش شكون اللي شارك في الثورة ودار وما دارش. يعني حتى مسألة الشرعية الثورية قزمت من حكاية الثورة، رجعت ناس ربما عن جهل وربما عن علم وعن تأكيد يكرهوا لأنهم استقلوا في 62 على يد فلان ولا علان. وبالتالي الشرعية الثورية كانت سبب رئيسي في انه تدنى شعور او الحس والشعور المدني والوطني والانتماء وما الى ذلك، حتى ولا العرش يسوى اكثر من البلاد، يسوى اكثر من امور بزاف مقدسه وطنيا. لكن اريد فقط تنويه سيدي الكريم الى انه الشرعيه اللي تحدثوا عليها الزملاء لازم صح لازمتنا شرعيه، لكن كيف تتم تلك الشرعيه؟ اليست الشرعيه هي حكم الشعب؟ أليست شرعية هي حكم الغالبية وحكم كذا؟ أغلبية الشعب في الجزائر راه مطنهين وراه يفوطينهم وراه يمشي على حسهم سوى يخوفوا سوى يطمعوه. وبالتالي إذا كان الأمر هكذا يجب أن نبدأ من النقد ومراجعة الذات بالأساس بالفعل. لكن طبعا هناك من يتحدث في المقابل هناك من يتحدث عن عزوف للشعب، عزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات، يعني بالعكس التصوير أصبح ربما ليس في النتائج، أصبح في نسبة المشاركة. المشكلة إذا كان الشعب ما يروحش يصوت وتجي النسبة وشو 30%، طب بطبيعة الحال مع المفتعل والزايد ومنه يعني شعب ما راحش. ولكن الشعب هذا أين تجده عندما يتعلق الأمر بأمر مصيري؟ بيعت مؤسسات وشركات وطنية بالدينار الرمزي إلى فلان وعلان ولوبيات بالخارج وكذا، لعب بالأمن يعني تلاعبوا واستهتروا بالأمن القومي الجزائري بصفقات دولية وكذا وما إلى ذلك. وين كان الشعب في هذه؟ يعني هنا لازم له، أنا لست ضده، ولكن بالفعل إذا كان المواطن الجزائري وحركات المجتمع المدني بصفة عامة تحب تتخذ موقف شجاع، تحب تقنص حق خصوصا فيما يخص تسيير ذاتها وحكم ذاتها وديمقراطية وشفافية وما إلى ذلك وحرية التعبير، خصوصا لأنه شاهدنا مؤخرا كما احنا عندنا في ورقلة السلطات المحلية استعملت كل ما أوتيت من قوة بأن تستعمل القضاء ضد نشطاء كانوا يتحدثوا على قضايا بزاف، حتى نسكتنا لفترة ومن بعدها أنا كشفت واش صرا. وبالتالي إلى الشعب فعلا يحب يسترد قيمته الثورية ويستقل
فعلا ببلاده وبثورته حتى بسلطته اللي كان سلطه شريفه في هذه البلاد، لازم يتجرأ، لازم يتخذ زمام المبادره. مانيش عارف انا شكون يستنى في شكون في البلاد هذه، يعني زمام المبادره تكون عبر تعبير عن الراي بصفه جماعيه. البارح خرجنا في حفل جماعي، نتمنى في حفل غنائي، نتمنى الناس تخرج كل في بما يخص يطالبوا بقضيه المستشفى الجامعي، بالتنميه، بتعديل قانون الانتخابات، بتعديل قانون البلديات والولايه باش نقدروا نتصرفوا في امورنا مليح، مش غير هنا، في كل الولايات نتاع الوطن. بالتالي الشعب ناقصه يضغط على السلطه بطريقه ذكيه. مستوى النقد لازم يرتفع، مستوى الصدام لازم يرتفع، لكن نتحدث على صدام حميد، صدام فكري. راك تشوف حتى السلطه فيها شخصيات عاجزه، عاطله فكريا، ما تقدرش تصيغ خطاب دقيق، ما تقدرش تصيغ جمله مفيده. يعني كوارث راني نشوف فيها عينيك، ولكن لما يكون مستوى هذا من ذاك، هذه هي النتيجه. شكرا يعني جزيلا لك. بالدرجه الاولى انه نرفعوا المستوى تاع النقد. شكرا لك مدني المدني، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر خدمة سكايب من ورقلا، مني ومن فريق البرنامج أجمل التحايا. نلقاكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.